بسم الله والصلاة والسلام. مرحبا خان، وطلع عليكم موقع الأوائل لتعليم عن بعد في مادة من التربية الإسلامية، وهي الصوم، بعنوان الصوم. تكلموا عن أول شيء ثبوت الهلال، ثبوت هلال رمضان. اثنين، أنواع الصيام. ثلاثة، أركان الصيام وشروطه. إذا يتقرر الصيام بثبوت هلال رمضان فاش؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. معناها أنه يجبر من اللي ينشاف باش ينشاف يثبت برؤية عدلين، أو مستفيضة يستحي تواضعها. معناها هيني يشوفوا عدلين تثبت رؤية هلال رمضان، أو جماعة مستفيضة معناها جماعة يستحيل تواطؤها على الكذب. يا جماعة يا سلام، هي تكذب على أنها شافت رمضان وهي ما شافت هلال رمضان. واضح؟ هذا هو المسائل اللي يثبت بهم. واحد، الرؤية خلال عدلين والله جماعة، والثانية ملي إلى ما شاف قاع ما شافت جماعة والله ما شافوا عدلين. نكمل شعبان 30 يوما، ديك الساعة أصبح ما تحتاج للرؤية. واضح؟ اثنين، ننقص أنواع الصيام. هذا نحاول نختصره. أنواع الصيام شنو هما؟ أربعة: صيام مفروض، وصيام مندوب، وصيام مكروه، وصيام محرم. صيام، أما الصيام المفروض، الصيام المفروض شنو؟ هو صيام شهر رمضان، معناها شهر رمضان ولا قضاؤه ولا صيام كفارات ولا ما نذره المسلم. واضح؟ هذه المسائل عاد قالهم صيام المفروض اللي هو الواجب، صيام شهر رمضان ولا قضاؤه ولا صيام الكفارات ولا صيام ما نذره المسلم. هذا عاد قالهم هذاك، ويدخل في باب الصيام الواجب او المفروض. نقول الصيام المندوب وهو صوم شهر محرم وفضله، والتاسع والعاشر إلى آخر ذلك. واضح؟ والصيام المكروه هو صوم يوم الرابع من أيام النحر ولا يوم المولد ولا صوم التطوع، صوم التطوع الذي ليس في ذمته واجب لقضاء عليه حد، وصوم الضيف بدون إلى آخر ذلك. معنى عن الأساسي بعد عندنا عنهم أربعة، يعني لو حد يعرفهم، هي الصيام المفروض اللي هو المفروض هو الواجب، ولا صيام مندوب، ولا صيام مكروه، ولا صيام محرم. سمعت؟ محرم معروف، على كحد يصوم يوم عيد الأضحى ولا يوم الفطر ولا يومين بعد عيد الأضحى لأنهما من أيام التشريق 3، ولا صيام المرأة تطوعا بدون إذن زوجها، هذا مولي محرم. واضح؟ نجي صورك أركان الصيام. أركان الصيام شنو؟ عندنا لا ركنين، عنده ركنين. أولا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يدل على الإمساك عن شهوتي البطن أو الفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. اثنين، هي النية الصيام قبل الفجر أو مع طلوعه، معناها أنه داش حضر النية قبل الفجر أو مع طلوع الفجر، وتجزئ نية واحدا لما يجب تتابعه مثل رمضان ولا الكفارة. معناها الحد رمضان يتحدي ينوع نية واحدة أنه ليه صوم رمضان بدل من كل ليلة حضر نية. واضح؟ ما شروط نقيس شروط الوجوب؟ ما شروط الصيام فتنقسم إلى شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا. شروط الوجوب هما شرطين: واحدة البلوغ على الصوم، الصيام رضي الله عز وجل على حد بالغ، الصيام يجب على البالغ فقط، والقدرة على الصوم. واضح؟ معنى حد عنده المقدرة على الصوم، الشيخ العجوز ولا الهرم والمرأة الحاملة ولا المرضعة، معناها أن تعود ما تقد صوم، هذا خلوه إلى مرحلة وراهم يعودوا يخلصون يقضوا عقبك. أنت معناها أن الإسلام بعد البلوغ أول شيء، هذا اللي هو شروط الوجوب، البلوغ والقدرة على الصوم، شرطين: حد يعد بالغ، حد يعد قادر على الصوم.
شروط الصحة هي الإسلام، معناها الإسلام والزمن المباح فيه الصوم والنية. الإسلام وحده والزمن المباح فيه الصوم كي رمضان يعود معه أيام اللي ما هو الزمن اللي ما هو مباح فيه كي أيام العيد الأضحى والله، ويعود النية ما اللي تعود فيه. وشروط الوجوب والصحة معا هي العقل والخلو من دم الحيض والنفاس ودخول شهر رمضان. هذه شروط الصحة والوجوب معا، العقل والخلو من دم الحيض والنفاس ودخول شهر رمضان. هي تباني تطبيقية على الدرس، تتألف من 4 أسئلة فقط. السؤال الأول هي كم أنواع الصيام؟ السؤال الثاني ما هي أركان الصيام؟ السؤال الثالث إلى كم تنقسم شروط الصيام؟ السؤال الرابع أذكر شروط الوجوب والصحة مع الصيام. الإجابة على التمارين هي قلنا عن السؤال الأول هو أنواع الصيام، قلنا عن أنواع الصيام 4: صيام مفروض اللي هو واجب، وصيام مندوب، وصيام مكروه، وصيام محرم. أركان الصوم 2 ركنان: والإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ونية الصيام قبل الفجر أو مع طلوعه. قلنا عن أقسام شروط الصيام، قلنا عنها هي شروط الوجوب وشروط الصحة والوجوب والصحة معا. السؤال الرابع شروط الوجوب هي شنو؟ شروط الوجوب والصحة هي قلنا عنها العقل والخلو من دم الحيض والنفاس ودخول شهر رمضان. والله ولي التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله.